السلام عليكم، مرحبا بكم الفيديو جديد ديال لاكوزين. اليوم نعمل لكم شهيوات ديال التوركة. تنسموه حنايا بورغور سلادة. بورغور سلادة سهلة توجدوها وعاود صحية لبنادم. المقادير البورغور سلادة عندي هنايا 200 غرام ديال بورغور، اسم ديالو بالضبط بالعربية نكتب لها في الفيديو، كي سمعت انايا كاينه في المغرب تتباع. عندي هنايا 160 غرام ديال حبوب ذره، نص ديال فلفله حمراء، شويه الخس، واحد بصله تقدر تعملو بصله حمراء، نص ديال حامض، واحد معطيشه، وجوج ديال بصله طريه، ونص ديال الكرافس، الا ما تتعجبوكم شي تقدر تحيدوها، نص ديال الخيار، سبعة حبات ديال معدنوس، ثلاثة معالق ديال زيت الزيتون خاص ديال الطياب. انا دائما تنستعمل زيت الزيتون خاص ديال الطياب، ما تنستعمل شي زيت بلدية، ان في الطياب خصك تعملو دائما زيت زيتون خاص للطياب. الا استعملتو زيت بلدية وتتحرق مع الطياب تتولي مسمومة. عندي هنايا معلقة، نص ديال معلقة كبيرة ديال معطيشة الحك. عندي هنايا نعنع كارم، معلقة ديال القهوة. الا ما عندكم شي نعنع كارم تقدروا تستعملوا نعنع طرية وتقطعوها بحال قصبة مع معدنوس رقيق. عندي هنايا الابزار، نص معلقه ديال القهوه، وعندي هنايا ملحه، معلقه ديال عشقه القهوه. دابا نوري لكم الطريقه كي نوجد هذه. عاد نمشيو عند الخس والبصله، مهم تبعوا معايا. نعم، كي شفتوا معايا برغر عملته هنايا، وهنا نعمل الماء طاب. الماء خصو يجي نيشان فوق هذاك البورغور، هنا البورغور خصو يجي هابط والماء خصو يكون شويه عالي عليه كي تتشوفوا، قول شي سن واحد سنتيمتر فوق هذاك البورغور، ونخليوها واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه نخليوها تشرب. ومع نخليوها نقطعوا البصله والمعطيشه وداك السلاط، نقطعهم كلشي رقاق ونجي عندكم. كي شفتوا الخضره كلشي قطعتهم صغيورين، هذا خص قطعته صغير مربعات، والفلفله حمراء، والخيار، والبصله رطيه قطعتها هكاك مدورين رقاق، المعطيشه حيت ليها الداخل ديالو، حنا تنقولوها اللحم ديالو من داخل، حيت ما استعملتها شي، عملت غير فوقاني، والكرافس هو قطعته هنايا، البصله خليته هنايا بوحدو، المعدنوس، كي بانت لكم انا تنستعمل الخضره اكثر من هذاك البرغون، انا تتعجبني الخضره اكثر. الا بغيتو تعملوا هذاك البرغون هذاك القمح، الا بغيتي ديروا اكثر من الخضره تقدروا هذاك مقادير ديال القمح تزيدوا فيها شي، ديروا شي 300 غرام ولا 350 غرام ديال داك القمح، الا بغيتو قمح اكثر من الخضره. انا تعجبني خضره تكون اكثر من القمح. دابا ملي قطعت هادشي كله، الخس ما استعملتوش كامل، شاط عليا هذا الطرف، ان نص ديال النص استعملت. عاود كل حسب الذوق، اللي بغيتو تقطرو فلفله ولا بغيتو تقطرو بصله، كلشي على الذوق ديال واحد. دابا هادشي نخليها في الطرف، نبدا بالبصله مع الزيت ومعطيشة الحك، عاد
نرجع عندكم ان شاء الله. زيت الاول نعمل بصله هنا في المقله، هذاك الزيت وهذا الزيت مع البصله تقليوها شويه تتولي البصله شويه رطب، يدخل فيه شويه الطياب، تبقى تحركوها هيدا باش ما تحرقش لكم. دابا قبلوا البصله ديالكم تتقاوى رطبه شويه ودخل فيها الطياب، وعاد نعملوا هذاك المعطيشه ديال الحوك، قول هكاك شي 3 كاع 5 دقائق ما كاملاش، وشويه نرجع عندكم ان شاء الله. دابا خليتها تقريبا 3 دقائق هو كيطيب البصله، ولا شويه تدخل فيه الطياب، خصني ما يكونش يدخل فيه الطياب بزاف يولي رطب بزاف. دابا نستعمل المعطيشه ديال الحك، نخلطو معاه هذا، تخليها يطيب معاه شي جوج دقائق هكذاك ونطفيلو. دابا خليتو هكاك شي 3 دقائق راهو كيطيب، دابا صافي نطفيلو وندوزو على الطريقة كي غتصايب السلاطة. يعني هزيت هذاك البرغر، كيتبان لكم هذاك الماء شربو كامل، نكبها في الواحد العصريه كبيره، تقريبا جات بحال السكسو، بقا تعملوا ليها هكذا بحال السكسو هيدا. ما باقي سخونه، هذه ما تحتاج تفوروها غير هيدا تتكال. دابا ندير هذيك البصله ومعطيشه ديال الحك معاه، كلشي الخليطني بقى ليا نخلطو معاه الخص، معدنوس، وهذا الشيء كله وذاك العطور النعناع كارم والملحة والبزار، كي قلت لكم تقدروا تعملوا حتى النعناع تقطعوها صغيره بحال العدنوس الا ما عندكم شي نعناع كارم، وهاد الليمونه تندير لي يدي تحت باش الا طاحوا هاد العظام يطيحوا فوق لي يدي، هاد اللون تيحمقني انايا ديال الخضره. صافي هاد الشيء تخلطوها مزيان، كي شفتوا بوغور سلاده هي وجدات بوغور سلاده تتكال بارد ماشي سخون، تقدروا تاكلوها هيدا بوحدها ولا تحطوها مع ماكله. مقادير باقي نكتبها تحت الفيديو، ونكتب حتى اسم ديال هذا الزرع بالضبط سميتو. ما تنساوش الا عدلتوا شي حاجه ديال المقادير ديالي كتبوا في تحت فيديو كي جات لكم واش عجبتكم، باش نسمع حتى انا منكم. وما تنساوش تبارتيجيو الفيديو ديالي وتعملوا لايك وابونير. نقول لكم نخليكم دابا بالصحة والراحة حتى الفيديو آخر إن شاء الله.